فير بلاي. رجعنا لكم من جديد في فير بلاي، نحكيو على الايقافات اللي طالت احباء النادي الافريقي يوم السبت الماضي. كان معنا نهار السبت في زون ميكس الاستاذ التومي بن فرحات، يبدو انه ايضا فما جوانب في الموضوع ما حكيناش عليها. معنا الاستاذه ريم البجاوي اللي كانت على عين المكان في مركز الايقاف نهار السبت تقريبا للصباح، كانت مع الموقفين صحبه عدد كبير من المحامين اللي يحبوا النادي الافريقي. استاذ اهلا بك. مرحبا بك سليم ومرحبا بالساده المستمعين. مرحبا دونك استاذ ريم البجاوي، دونك كنت موجوده في الايقاف مع الاحباء النادي الافريقي، كنت حاضره معاهم، ما حبيتوش تخليهم وحدهم. تقريبا عاشوا ليله نتاع رعب الاحباء نتاع الكلوب، ممارسات ما كانتش باهيه، متجاوزات ايضا من اعوان الامن. لو كان تحكي لنا شنو صار بالضبط. هو الحقيقة مش ليلة، هو نهار كامل، باعتبار أنه حتى في محضر تقديم القضية يذكروا أنهم على ساعة منتصف نهار ونص، معناها من نصف نهار ونص العبيد هذوما موجودين على ذمة ما نعرفوش شكون، يا أمن مركز حي الخضرة يا فرقة مقاومة الإجرام بحي الخضرة. علاش نقول هذا يا إسلام؟ على خاطر النيابة العمومية تم إعلامها من نصف نهار، وهي عهدت فرقة مقاومة الإجرام بحي الخضرة. نقلت أنا من الساعة من مطلفة معايا مجموعة أخرى من المحامين، وزادوا معناها من اللي بدأت السماعات التسعة متاع الليل كفر المحامين من مطلفة، ونحن نحبوا نعرفوا كيفاش اش صار اش فماش ما فماش. مركز حي الخضرة يبعثنا لفرقة مقاومة الإجرام، فرقة تقول مازال صحيح تعهدنا أما مازالوا ما جاونيش. نرجعوا لمركز حي الخضرة يقولوا لنا رانا قاعدين نضبطوا في الليستة متاع العباد اللي جاتنا واللي شدوهم البوليسية باش نجموا نعرفوا شنو نجموا نعملوا. شنو عملوا لهم؟ كل جات الشرطة الفنية باش تخفي لهم بصماتهم باش يعرفوا اسكو ريشيرشي هذوما على قضايا أخرى وإلا لا. قعدنا نحن اللي نتكمل الشرطة الفنية معناها الأعمال اللي تقوم بها واللي ما نعرفوش علاش، خاطر نحن نعرفوا في قضية نورمال أنه مثلا العرض على القيس يتم بإذن من التحقيق، معناه التحقيق يأذن بعرض العباد ولا المحتفظ به وإلا المظنون فيه على القيس، معناها خذوا الإجراءات أعوان الأمن بعرضهم على القيس وإلا هذه العبارة نحن على كل حال إسلام اللي نستعملوها اللي هي العرض على القيس، هما خذوهم البصمات. عدنا نحن نحبوا نحضروا معهم ونقولوا لهم راهي اجراءات ما تنجم تصير الا بحضور المحامي، هذا حق يكفله لهم الدستور والقانون. هذا من ناحيه اسلام. من ناحيه اخرى كفرت بينا معناها لين جبنا عاد المنافذ عيننا الوضعيه هذه، باعتبار انه شدوهم ماهمش الطاقم القانوني واللي يسمعوا فيا محامين ويفهموا في القانون، راهم نجموا نحكيوا على انسان محتفظ به الا ما يكون ثم اذن من النيابه العموميه. اعطيونا اذن، ما عنديش اذن، يعني الاشخاص هذوما كيفاش هما عندكم؟ يعني احنا قلنا لهم اللي هما محتجزين باعتبار انه ما همش متلبسين، الجريمه ماهيش جريمه تلبسيه. علاش نقول لك هذا يا اسلام؟ خاطر نحن من بعد كي قسمنا رواحنا المحامين على البيروات اللي تم فيهم السماع، من تسعه متاع الليل بدا سماع، سماع 203 شخص، مانيش نقول محتفظ به. 203 خلينا نقولوا مظنون فيه. هذا يبدا التسعه متاع الليل اللي هما موجودين نصف النهار. نحكي مع زملائي قلت لهم لو نهارتها في باركينج موجودين معناها في المنطقه اللي ما بين اللي وراء المركز واللي ما بين الفرقه، قلت لهم لو النهار هذاك صبت فيه شتاء شنو ما كانوا يصير فيهم هذوما، معناها الاشخاص اللي فيهم اقل اكثر تحوالي 100 شخص عمرهم اقل من 18 سنه. يعني الشخص هذايا الطفل نحن نسميه، شفنا استاذه تقريبا حتى تصاور حتى في ظل الوضع الصحي معناها فتوى في البلاد كوفيد في كورونا. ليه الحقيقه باش ما نعطيو الكل حق حقه، فما بعض الاعوان من فرقه مقاومه الاجرام جابوا لبافات للاشخاص نعطيو الكل حق حقه، لكن كانوا موجودين في وضعيه كارثيه، محطوطين على القاع، لا نجموا لا يشربوا ماء لا ياكلوا لا حتى شيء، محطوطين بعض بعضهم، لا فما لا تباعد لا حتى شيء، باعتبار زاده انه ما فماش بلاصه وين ينجموا يلموا فيها 203 شخص. معناها من مطلفه نتاع القائمه نتاع العشيه ولا نتاع القايده حتى المطلفه نتاع الصباح. التسعه نتاع الليل بدينا في السماعات وكلنا طلبنا سؤالي لهنا السماعات بالاطفال وبالطفله اللي كانت معاه.
فهمت. قلت لك سؤالي من معناتها من الثلاثة نتاع العشية حتى ممكن الأربعة نتاع الصباح اللي ظهر لي وين تسيبوا الأولاد الكل، ما فماش لا ماء لا ماكلة لا حتى شيء هكا. لا الحقيقة من بعد كانوا متفاهمين أحباء، مجموعة من الأحباء جابوا الساندويتشات ودخلوا لهم الساندويتشات هذايا مع التسعة متاع الليل وقت اللي بدات السماعات، باه كمل. جاوا لي ساندويتش وجاي الماء من المحبين في بعضهم. راهو واضح واضح. هذايا هو إسلام. حاجة أخرى عايننا هذايا عن طريق عادل المنفذ، الحقيقة جبنا عادل منفذ عاين الحكاية هذايا أنه نمشيو للفرقة يقول صحيح تعهدنا لكن مازال ما جتناش قائمة فيهم، ونمشيو للمركز يقول لا مش عنا راهي عند الفرقة. سيد عادل المنافس معناها هو زاد محب للنادي الافريقي عاين هذايا الكل، معناها لخبطة كبيرة صارت معناها هذاك. لخبطة كبيرة صحيح. راهو اسلام من بعد في السماعات راهو فما عبيد، معليش نقول لك جريمة مش تلبسية وقلت لك تو نرجع لك، هو عبيد ولا وينه فما استاذة. اطفال تشدوا في المنار، فما اللي تشدوا في البلفيدير، معناها هي المسيرة والا الوقفة صارت في محيط ملعب المنزه وين الجامعة والمنزه. شخص في البلفيدير وشخص في الباساج شنية علاقته بالمسيرة؟ قلت لي معناها فما حتى من أحباء فرق أخرى. فما من أحباء فرق أخرى صحيح، فما عباد لابسين لبافات متاع فرق أخرى وتم إيقافهم زاد. الحقيقة يا إسلام راهو فما 203 شخص اللي تم الاحتفاظ بهم هم عدد 8. علاش 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 الثمانية هذم بالذات تم الاحتفاظ بهم؟ الثمانية هذم بالذات هما اليوم من المفروض أنهم يمثلوا أمام سيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، وفعلا مثلوا وتم تمديد في الاحتفاظ الغدوة باعتبار أنه لي سيكونس فيديو مازالوا مش حاضرين. معناها فما في التقرير الشفاهي نتاع عوان الأمن يقولوا شدينا الأشخاص هذوما وعنا عليهم دي سيكونس فيديو هو اللي فما هما حتى معناها هو فما قاعدين يعملوا في أعمال شغب. حتى في صفحة نقابة الأمن حاجة كهكا هبطوا صور لبعض الاعتداءات من قبل بعض الأحباء كيف كيف، فما صور فما ممكن حتى تورط البعض من الأحباء هذا. نحن الحقيقة إسلام لي نحضرنا في السماعات نأكد لك فما 8 بروات تحلوا صاروا فيهم سماعات متاع 203، كانوا المحامين موجودين في المكاتب هذيا حضروا في السماعات، نحن كمحامين مازلنا ما طلعناش على الصور هذيا والا على حتى محاضر متاع سماع المتضررين اللي يقولوا فما مثلا سيارته تضربت ولا حاجه، مازلنا ما طلعناش على الشيء هذيا، فما ما نعرفوش هل فما ضبط نفس من اعوان الامن والا كان فما تدخل معناها قوي من طرفهم ادى الى رده الفعل من الجمهور. الحقيقه الابحاث ما زالت هذي شنو نجموا نقولوا، قالوا فما دي سيكونس فيديو، النيابه ارتأت انها يتم الاحتفاظ بثمانيه اشخاص هذايا اللي صار، البقيه تم الافراج عليهم. قاعدين نتبع معاهم الاولاد الثمانيه الموقوفين توا. الحقيقه فما زملاء كانوا حاضرين اليوم بالمحكمه متواجدين حاضرين بطبيعه الحال وصار التمديد الغدوه، ونحب نقولوا اسلام راهو معناها الوقفات الاحتجاجيه والا المظاهرات السلميه هذايا حق يكفلوا الدستور، معناها هذوما عباد تحب جمعيتهم خرجت للشارع باش تحتج باش توصل مساجات باش تغني غني الكلوب كوسوسوا، علاش التعامل معاهم بصفه هذي؟ باهي يا سيدي يمكنش فما مجموعه ما نعرفوش الحقيقه. انا اسلام نحكي لك كمحاميه وكحاضره في السماعات، انا ما طلعتش لا حتى محضر سامع متضرر وما شفتش تصور فيهم اعتداء الى حد اللحظه. هو فما حتى على ما على ضوء انهم فما دي سيكونس فيديو باش نعطي كل ذي حق حقه، فما صور هو الحقيقه حتى على صفحات التواصل الاجتماعي نتاع نقابه الامن كما قلت لك، تنجم كان تحب حتى نبعثهم لك. على كل يمكن هذا السبب اللي خليهم الثمانيه هذم بالذات يتم التحفظ عليهم. يمكن هذاش قلنا نحن، قلنا راهو هي مسيره سلميه، علاش تطور الوضع ما نعرفوش. هذه من ناحية، من ناحية أخرى قلنا راهو فما تجاوزات، قلنا تو مثلا أشخاص مشدودين في البلفيدير والمنار شنية علاقتهم بالمسيرة؟ صحيح. وراهو أعوان الأمن فما اللي كانوا لابسين الزي النظامي وفما اللي كانوا مش لابسين، معناها ما نعرفوش اسكو هو بوليس وإلا مش بوليس، ما كانش مميز. العاطفة نتاع كان فما زميلنا زاد حاضر في ماهوش حاضر في المسيرة هو وما يتبعش الكورة أصلا، شيء فما طفلة كانت حاضرة قاعدة تتصور بالتليفون ش قاعد يصير. من الغاز تخبيت في المونوبري وهذايا موثق معناها في محاضر، خرجت من المونوبري سامحني دخلت المونوبري من الغاز ما هي ما نعاودو نسميو هي دخلت محل تجاري ايه
دخلت محل تجاري، اي عفوا سامحوني الببليسيتي، دخلت محل تجاري من ريحه الغاز شافوها تصور بالتليفون، جبدوها من شعرها. هو الزميل يقضي هو ومرته، دخل باش يفكها من يدين البوليسي. اي شفنا الفيديو اللي هو ما كانش حاضر في الـ في الـ في الوقفه، يتم الاعتداء عليه بالعنف، وتعرف على اللي قاموا بالاعتداء عليه. واضح، شفنا الاكيد الفيديو نتاعو حتى على مواقع التواصل الاجتماعي، تعمل اعتداء عليه من قبل بعض الاعوان. يعطيك الصحه، عندك ما تضيف استاذه؟ هذا هو اسلام. ان شاء الله غدوه معناها باش نكونوا حاضرين مع الثمانيه اللي تم الاحتفاظ بهم، واللي باش يتحالوا في حاله تقديم، اللي هما 12 شخص، والكلنا يد واحده ان شاء الله باش القانون ياخذ مجرى. هذا شنو نقول؟ ان شاء الله. يعطيك الصحه، شكرا لك استاذه ريم البجاوي على كل هذه التفاصيل اللي مديتنا بها بخصوص اللي صار نهار السبت في الحاره نتاع ايقاف عدد كبير من احباء النادي الافريقي من قبل اعوان الامن. فاصل ثم مكملين في بلاي حتى